السلام عليكم متابعي ومحبي القصص البوليسية واهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. اولا وقبل كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وادعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا ويحفظكم ويحفظ ابناءنا وابناءكم من كل سوء وشر مستمعينا الكرام جريمه اليوم جرات الاحداث ديالها بضواحي مدينه برشيد بالضبط في شهر يناير من سنه 2008 واحد السيد الاسم ديالو محمد فعمره 61 سنه كيسكن بضواحي مدينه برشيد في الباديه بالضبط دوار ولاد الرغاي مزوج مراته سميتها الزاهية فعمرها 52 سنة عندهم ولد سميتو عبد الواحد فعمره 31 سنة مزوج وساكن معهم في نفس الدار وعندهم جوج البنات مزوجات كل واحدة مزوجة مستقرة في دارها مع رجلها ولدتها واحدة مزوجة في مدينة الدار و وواحدة مزوجة في مدينة سطات هاد محمد عنده الدار ديالو بمدينة سطات دارو ولكن لأنه والديه مو أباه كانوا كبار في السن وصحتهم قلالت وكان خاص اللي قابلهم ويرد لهم البال فمحمد خلا الدار ديالو وجا سكن معهم في الدار ديالهم ديال والديه جاب مراتو وولده ومرات ولدو وسكن مع والديه باش هكا يرد لهم البال ويعتني بهم وبنفس الوقت يرد البال الكسيبه والارض وكذا 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 لانه هاد الناس هادو كانوا لاباس عليهم معروفين في المنطقه تما بات محمد معروف بالحاج مختار السيد لاباس عليه عنده كل خير عنده البقار الغنم عنده ما كاينش حصادو دراس تراكتور الكاميو عنده الطوموبيل بيكوب السيد تبارك الله ما شاء الله عنده كل خير هاد الحجم مختار بوت محمد كان درويش وكان راجل سخي مع الناس وكان كيتعاون مع الناس عنده جوج الولاد اخرين ذكور من غير محمد واحد ساكن غير في المنطقه تما في الدوار تما والاخر ساكن بعيد وعنده ثلاثه ديال البنات البنات خواتات محمد بثلاثه مزوجات كلها براجلها بدارها بوليداتها وحده مزوجه غير في المنطقه تما والاخرات مزوجات بعد هاد محمد خوتو جوج الاخرين حتى هما مزوجين بوليداتهم وحتى هما لاباس عليهم وعندهم كل خير غير هو لما الحاج مختار كبر وقللت صحته هو ومراته فلقاو غير محمد في جنبهم هو اللي جا سكن معاهم ورد لهم البال واعتنى بهم وبحسب الاقوال ديال بعض الناس من العائله ديالهم ف بلي محمد كان مرضي مع والديه خوتو وخواتاتو لا كانوا قليل فين كيجيو لعندهم يطلعوا عليهم ويمشيو بحالهم هو لا جاب مراتو وولدو مرات ولدو وجاسكن سكن معاهم باش يبقى قريب ليهم باش يرد ليهم البال وبحسب الشهادات ديال هاد الناس اللي من عائلته كيقولوا بلي محمد كان في الليل كينوض من فراشو كيمشي يطلع على والديه يشوفهم وش مغطين ولا لا واش خصهم الماء يشربوا واش مرض او كذا ومن غير هادشي كان متهلي فيهم كان كيعومهم ويحسن باه وكذا يعني كان رات ليهم البال بزاف وكان معروف هاد محمد بمرضي والديه الناس كانوا كيشوفوه كيفاش كيتصرف مع والديه فكل شيء كان عارف هاد السيد مرضي مع والديه و... وكان حتى هو درويش وكان فيه الضحك وما كانش كيخسر الناس فهو كان بحل الاب ديالو كان حتى هو درويش وسخي مع الناس و لما هاد محمد توفات الام ديالو الله يرحمها المسمات قيد حياتها المعاشيه وكانت معروفه بالحاجه المعاشيه فغادي يولي كينعس مع في نفس البيت باش هكا يرد البال كبر يقدر يحتاج شي حاجة أو كذا، يقدر يشد عليه الحال فولا كينعس معاه في نفس البيت، بقى هاد محمد متهلي في الأب ديالو، من بعد ما توفات الأم ديالو، حتى غادي يتوفى حتى الأب ديالو الحاج مختار الله يرحمه. من بعد ما توفى الأب ديالو، محمد هو ومراته الزاهية، وولدو عبد الواحد و مرات ولدو، وولد ولدو، بقاو ساكنين في الدار ديال والديه ما رجعش لدارو في مدينه سطات لا بقاو ساكنين في الباديه مقابلين البهيم والارض وكذا وكذا مقابلين داك الخير اللي خلى الحاج مختار وماشي بزاف على الوفاه ديال الحاج مختار تقريبا شهرين واحد نهار ثلاث بالضبط مع تسعود ديال الصباح محمد غادي يتلقى مقتول في الطوموبيل بيكوب ديالو غير في النواحي تما واللي لقاه هو واحد السيد هو ولدو من الدوار فين كيسكن محمد هاد السيد وولدو بحسب الاقوال ديالهم كانوا غادين على الطموبيل ديالهم بيكوب غاديين باش يجيبوا العلف البهيم حتى كتبان لهم البيكوب ديال محمد واقفه جنب الطريق هاد الطريق هادي طريق بيست ديزا وسط واحد الارض فلاحيه بانت لهم الطوموبيل وقفه تما الوقت اللي دازو من جنبها كيبان لهم السيد طايح على جنبه وسط الطوموبيل وقفوا الطوموبيل ديالهم نزلوا طلعوا على محمد منجاش كيبان لهم السيد ملطخ بالدماء لابس واحد جلاب خضراء كلها عامره بالدم وحالته حاله لقى السيد ميت او بالاحرى نقولوا لقوه مقتول وسط الطوموبيل ديالو فهاد السيد هذا اعلم الدرك الملكي فورا الاخباريه تعلمات النيابه العامه ولد هاد السيد مشى قالها لعائله محمد قالها الولد محمد ومرات محمد قال لهم كاين راه محمد لقيناه في جنب الطريق لقيناه مقتول وسط الطوموبيل ديالو جدر ينتقلوا لعي المكان لما وصلوا كيلقاو السيد طايح على جنب اليمين في الطموبيل طيح فوق الكوسانات الكراسه ديال الطوموبيل لابس واحد الجلابه خضراء ولابس سروال ديال و وسباط كحل حوايجو كانوا ملطخين بالدماء ديالو عامرين بالدم ومن النظرة الأولى بان بلي محمد عنده طعنات كتيرة في جنبو اليسر السيد مضروب بموس حضروا عناصر الشرطة العلمية والتقنية العلمة كان داروا المعاينة ديالهم من خلال محضر المعاينة الضحية متعرض لثلاثة ديال الطعنات في جنب الأيسر بسكين موس يعني هذا اللي قتلو حل عليه الباب اللي من جهته وخشى فيه داك الموس قلبوا الملابس ديالو لقاو عنده محفظه صغيره بسطام في بطاقه تعريف ديالو رخصه السياقه فيه الوثائق ديال السياره هادشي فقط اللي تلقى عنده اللي تلقى عند الضحيه ما لقاو عنده لا تليفون لا فلوس لا حتى شي حاجه المفتاح ديال السياره الكونتاكت تلقى في بلاصتو في الطوموبيل قلبوا جدار مية الطريق والارض فين تلقى هاد السيد مقتول علوا عسى يلقاو اثار او ادله اللي ممكن تساعدهم في التحريات ديالهم واللي ممكن توصلهم للجاني او الجنات قلبوا هنا قلبوا هنا قلبوا هنا ولكن مع الاسف ما لقاو حتى شي حاجه سلاح الجريمه اللي تستعمل في هاد جريمه القتل ما تلقاش ما من بعد المعاينة وأخذ صور الاحترازية للجثة ومسرح الجريمة ومن بعد عملية رفع البصمات من السيارة نقلات الجثة للمشرحة السيارة ديال الضحية تم الحجز ديالها من أجل المعاينة العائلة ديال الضحية ولدو عبد الواحد ومراتو الزاهية قالوا بلي محمد فاق صباح بكري فاق الخمسة ديال الصباح هز الفلوس جوج ديال المليون وكان غادي عند واحد غادي يجيب من عنده جوج العجول كان مشى شاف هاد العجول وكذا وتفاهم هو ومولاهم وعطاه العربون وخرج الصباح بكري شط الطريق اللي باش يجيب دوك العجول من عنده لانه الاخر كيخرج بكري كيمشي لخدمته فداك محمد فاق صباح بكري هز الفلوس خرج من الدار ركب الطوموبيل ديالو ومشي يجيب من عند السيد العجول الساعة قالوا وصلتنا الخبر باللي راشي حط لقالي ودار في هاد الحالة هادي ضرب قتلو مرات الضحية محمد وولدو عبد الواحد كان هذا هو الكلام ديالهم الفلوس اللي تكلموا عليها ديك جوجة المليون ما تلقاش عند الضحية سولوهم واش عنده تليفون قالوا اه عنده داك التليفون حتى هو ما تلقاش فغالبا لقتل هذا السيد داليه الفلوس والتليفون الطوموبيل ديال الضحيه ايسيزي كانت واقفه جنب الطريق في اقصى اليمين ماشي وسط الطريق واش الضحيه بان شي حد في الطريق بغى يمشي لشي بلاصه هزو معاه في الطوموبيل باش يقربوه او يوصلوا معاه الاخر عرف عنده الفلوس ربما هضره جبدات هضره عرفوا غادي باش يشري العجول عرفوا هاز معاه الفلوس غدروا ضربوا قتلو وشفريه الفلوس والتليفون او ان الضحيه تعرضوا ليه الشفار في الطريق وقفوا صحة ضربوه قتلوه ودوا ليه او ان السيد اللي كان غادي عنده باش يجيب من عنده العجول حرش عليه شي حد ليه اجا درميه سولوا العائله ديال الضحيه شكون هو هاد السيد لي كان الضحيه غادي يشري من عنده العجول واش من العائله ديالكم واش من المنطقه هنا قالوا ودي حنا السيد كاع ما كنعرفوه حنا البارح كنا كنتعشاو وقال لي راني تلاقيت مع واحد السيد هضره جبدات هضره وقال لي عندي شي عجول باغي نبيعهم مشى معاه شافهم قال لي الا كانوا شي عجول ملاح انا ناخذهم من عندك نشريهم من عندك مشى شافهم عجبو تفاهمو على الثمن عطاه العربون واتفق هو وياه باش غادي يمشي لعندو الصباح بكري يخلصو ويجيبهم من عندو لانه الاخر وصى باش يمشي لعندو بكري لانه السيد خدام هو ولادو قال له ودي راه كنخرجو الصباح كنمشيو للخدمه جي لعندي بكري باش دي العجول ديالك وولدو ولد الضحيه قال عيت ما نتعاقر مع الوالد ديالي باش نمشي معاه ونجيبوهم نجيبو العجول قلت له ودي واش انت باقي فيك ميت جار مع العجول وتطلعهم البيكوب غادي يمشي معاك انا ولا يمشي معاك السي محمد باش يعاونك هاد السي محمد هذا خدام عندهم كيرعى عليهم الكسيبه با قال لي لا السيد اللي خديت من عنده العجول عنده ولادو غادي يعاونوني بقا انت هنا في الدار راد البال الدار وخلي السي محمد يخرج البهيم يسرحو انا غادي نمشي نجيبهم الراسي والوقت اللي نجيبهم ديك الساعه و السي محمد هبطوهم ودخلوهم الكوري فالدري قال عيت معاه ما بغاش قال لي غادي نمشي غير راسي نجيبهم ف ولد الضحيه والام ديالو مرات الضحيه كان هذا هو الكلام ديالهم محمد شنو وقع لي بالضبط شكون تلقى لي قتلو ودالي الفلوس ديالو الله اعلم جدر ميسولو العائله ديال الضحيه واش محمد كان عنده شي مشكل كبير مع شي حد من العائله او كان عنده شي مشكل مع شي واحد من المنطقه تما تخاصمو او تضاربوا مع شي حد مؤخرا مرات الضحيه وولدو قالوا بلي محمد كان عنده مشكل كبير مع خوتو مع جوج خوتو وأخواته ثلاثه اولادهم كان عندهم مشكل بسبب الورث اللي خلا الحاج مختار قالوا غير مؤخرا غير فاتت الربعينية ربعين يوم على الوفاة ديال بات محمد الحاج مختار فاتت بدك تلت ايام ولا اربع ايام خوت محمد وخواتاتو ولادهم جاو عندنا للدار على ود الورت بغاو يقسموا الورت ومحمد قال لهم ما كتسالوا والو في الورت الحاج قبل ما يتوفى كتب لي كل شيء في سميتي هالوراق انتم حتى ما تعد جايين كتقلبوا على الورت فين كنتو ملي كان مريض وخاص اللي يوقف معاه ويكون في جنبه وفين كنتو ملي كان خاص اللي قابل ليه البهايم والارض دابا عاد جايين كتقلبوا على الورث حتى دابا ما كاين ورث كلشي كتبوا الوالد بسميتي ها الوراق ولا ما تيقتونيش سيروا دعوني ف مرات الضحيه ولدو قالوا غير محمد قال لخوتو بحال كاك قال ليهم ما كتسالوا والو في الورث كلشي ديالي ناضوا ليه وبداو كيعيروا فيه الشفار نصاب ضحكتي على الوالد حتى كتبلك لك كلشي والله لا بقات فيه كل حتى نصفي واليك نديروا ليك نفعلوا ليك والله حتى نمشيو عليك الحبس كذا 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 صافي غير عرفو ما كاين ورث على محمد ونوضوا ليهم الروينه في الدار وتهجموا عليه هو وعائلته مراتو وولدو ومرات ولدو وبحسب الاقوال ديال مرات الضحيه وولدو عبد الواحد هذا راه مشكل كبير مشكل كبير كان وقع ما بين محمد وخوته وما نساوش ان الزاهيه وولدها عبد الواحد قالوا بلي تحلفوا عليه هدوه بالقتل فالأسئلة الاسئله اللي كانت مطروحه هنا واش فعلا هاد جريمه القتل اللي تعرض لها محمد كان السبب ديالها السرقه تلقى شي حد من المنطقه تما قتلوا داليه الفلوس ديالو او ان شي حد من عائله الضحيه شي واحد في خوتو او لا خوتو هو اللي تعرض ليه وصفها لي على قبل داك المشكل ديال الورث اللي كان بيناتهم ربما وصلتهم الخبر بلي محمد شاري شي عجول وغادي يمشي الصباح بكري يجيبهم لانه الهضره كتضيع فمن اللي بلي باللي ما غادي يصوروا والو وخي يبلغو به حرشوا عليه شي واحد من ولادهم او كذا تعرض ليه وقتلوه وكمل على الفعل الجرمي ديالو والدليل الفلوس وتليفون واش باش تبان على انها سارقه او غير استغل الفرصه عارف السيد هاز مع الفلوس شفرهم ليه الله اعلم المهم جدرميه غادي يعمق البحث في هاد الجوج ديال الاتجاهات غادي يبحثوا مع العائله ديال الضحيه خوتو ولاد خوتو وغادي يركزوا البحث ديالهم مع خو محمد اللي ساكن غير في المنطقه تما هو ولادو ومع واحد اختو حتى هي ساكنه غير في المنطقه تما غادي يبحثوا معها هي وراجلها وولادها وبنفس الوقت غادي يجيبوا اصحاب السوابق العدليه في بحال هاد الجرائم اللي غير من المنطقه تما باش يبحثوا معاهم العائله ديال محمد في البحث خوتو وخواتاتو لما بحثوا معاهم جدارمية وسولوهم بخصوص المشكل اللي كان ما بينهم وبين الضحية على قبل ذاك الورت قالوا ودي فعلا كان بيناتنا مشكل على قبل الورت فاش جينا بغينا نقسموا الورت لقينا الوالد ديالنا الله يرحمه كتب كل شيء لمحمد محمد الله يرحمه فاش مشينا عنده وهضرنا معاه على قبل الورت قال لنا ما بيناتنا ورث ما كتسالو نيورت كاع الاراضي والدار والتراكتور وما كنت دراس والكامي والطموبيل كل شي شريته من عند الوالد وهالوراق وقالوا تخاصمنا معاه وعيرناه وقطعنا الكلام بيناتنا على قبل داك الورث ولكن غير دازت سيمانة تقريبا خو محمد اللي كيسكن بعيد قالوا ودي عيط ليا محمد في التليفون وقال لي غادي تصبروا عليا واحد شهر ونص ولا شهرين بحال هكاك باش ما يضحكوش علينا الناس ديال الدوار يقولوا غير ما تباهم بالزربه فرقوا الورت كانوا كيتسناو فيه غير امتى يموت باهم باش يفرقوا داك الورت المهم قال لي دوز واحد شهرين وديك الساعه غادي نجمعوا في الدار ديال الوالد ونفكوا هذا المشكل اللي بيناتنا ديال الورت وكل ولد انا ما قاد على التقليد وما باغيش الوالد ديالي يبقى معذب في قبره متقل لي كيتسال شي حاجه غادي باش الوالد ديالي يرتاح في قبره وهاد خو هذا قال لما عيط ليا وقالها ليا قال لي, لي عيط على فلان على خو الاخر وعلى الدريات وقولها ليهم وحتى من داك خو اللي ساكن غير في المنطقه تما ساكن غير في داك الدوار قالوا دي فعلا محمد قبل ما يتوفى كان ناوي يعطينا حقنا في الورث وقال من غير ان خويا اتصل بيا وقال لي راه محمد عيط ليا وقال لي ها كاينه قال انا كنت لاقيت مع الفقيه ديال الجامع ديال الدوار وقال لي راه خوك محمد راجل عندي وسولني على الورث وكذا وراني دويت معاه وقال لي بلي غادي حقكم في الورت لكي كيتسال شي حاجه غادي ياخدها فخوت محمد بجوج وخواتاتو بثلاثة قالوا كان بناتنا فقط داك المشكل ديال الورث ما بيناتنا حتى شي مشكل اخر من غير ذاك المشكل ديال الورث ولكن ملي محمد الله يرحمه كان غادي يفرق معنا الورث صافي ما بقى حتى شي مشكل بيناتنا حنا كان بينا غير الورث ذاك علاش كنا تخاصمنا معه؟ جدر ميسول مرات الضحية وولدو عبد الواحد واش فعلا محمد كان باغي يعطي لخوتو حقهم في الورث قالوا حنا ما في خبارنا والو واش ما جبتش معاكم هذا الموضوع قال غادي نعطي لخوتي حقهم قالوا لا ما في خبرنا والو وما قال لنا والو وجدرميه جابوا الفقيه ديال الجامع باش يتاكدوا من الهضره ديال خوت محمد سولوه واش فعلا محمد كان مشى لعندك وتكلم معك على ود الورث الفقيه قال ايه مشى لعندي الله يرحمه وكان قال لي جيت لعندك بغيت نتكلم معاك على واحد على قبل واحد المساله قلت لي ايه مرحبا قال لي ودي راه الوالد ديالي الله يرحمه قبل ما يتوفى كتب لي كاع الاملاك ديالو في الوالد ديالي كان مقلق على خوتي الوالده كانت مرضات وشدات الفراش ما كاينش اللي جا عندها طلع عليها من خوتي حتى ماتت عاد جاو الوالد حتى هو راك كنتي شفتيه راك مشيتي لعندو حتى وشفتيه مره راه مريض مره شويه ولما كان كيمرض ما كانوش كيوصلوه ما كيجوش لعندو وفي الأيام الاخرى ديالو كان مرض بزاف وشد الفراش وما كانش اللي جا عليه في خوتي فهو كان مقلق عليهم بزاف قال لي يا غادي نكتب لك كل شيء وكنت هضرت معاه قلت له ودي خوتي ملي غادي يسمعوها راه ما غاديش يعجبهم الحال وراه غادي نوليو معاهم غير في المشاكل اللهم خلي داكشي في بلاصتو حتى يدي كل واحد حقه اللي كيتسال شي حاجه يديها قال لي خوتك انا مريض عقله عليا تفكروني اخوك واختك ساكنين غير هنا غير حدايا وكلهم بطوموبيلاتهم كيجيو لعندي يطلعوا عليا لا هما لا ولادهم فكتب لي كل شيء بسميتي خوتي كانوا جاو لعندي من اللي توفى الوالد غير توفى بغاو حقهم في الورد بقي الله داز 40 يوم جاو لعندي بغاو حقهم قلت لي مودي ها كاينه ما كتسالوني حتى شي حاجه في الورد. كل كلشي شريته من عند الوالد الله يرحمه وهالوراق وقال لي دابا انا راه مخاصم معاهم وعلى قبل هادشي قطعنا الكلام على قبل داك الورث دابا انا رجيت لعندك بغيت نعرف واش انا عليا تقليد الفقيه قال دي انا تكلمت معاه وقلت لي انت ما عليك تقليد تقليد ولكن راه الوالد ديالك هو اللي مش متقل مش مقلد واخا خوتك ما كانوش متهلين فيه وكذا ما كانش خصو يكتب لك يخلي داكشي في بلاصو حتى تفرقوه مع بعضياتكم باك راه مشى متقل بزاف ولا بغيت باك يرتاح في قبره عطي لخوتك حقهم اما انت راه ما تقليد انت خير منك لا حقهم ولا ما بغيتيش تعطيهم فكيبقى شغلك هذاك فقال لي انا من ما نبغيش يبقى عليا تقليد وما نبغيش الوالد ديالي يمشي مقلد ها هو ضرب تماره حتى هي باش ولا عنده هذا الخير كامل وفي الاخير راه مات دم معاه شي حاجه وانا شحال كاع بقى لي في هذه الدنيا هذه وغادي نموت غادي ندم معايا شي حاجه سيدي اللهم نعطي لخوتي حقهم باش الوالد ديالي يرتاح في قبره وحتى انا نهار نموت نموت مرتاح ما قادين على تقليد الفقيه قال هذه هي الهضره اللي دارت بيناتنا الكلام اللي قال هذا السيد هذا الفقيه كياكد الاقوال ديال خوت الضحيه ولكن كيفاش العائله ديال الضحيه مراتو وولدو قالوا ما في خبرنا والو من هادشي وما قال لنا والو ما قال لنا لا باغي يعطي لخوتو حقهم لا حتى شي حاجه فا كيفاش ان الضحيه تكلم مع الفقيه في هذا الموضوع هذا وكان تكلم مع واحد في خوته عيط ليه في التليفون وقال ليه كاين لي عيط على خوتك وقولها لهم وما مع مراتو وولدو هذا الشيء واش فعلا ما معهم معاهم الهضره واش كيكذبوا الله اعلم مياه بحثوا مع مجموعه ديال الناس ما توصلوا لحتى شي حاجه ما كاينش شهود لانه البلاصه فين تلقى الضحيه ما فيهاش سكان كاين غير اراضي فلاحيه بحثوا مع العائله ديال الضحيه خوتو ولاد خوتو ما توصلوا لحتى شي حاجه كلهم نفاو باللي عندهم علاقه بهاد الجريمه قالوا حنا محمد كان ناوي يعطينا حقنا في الورث فعلاش غادي نقربوا ليه او نأديه وفعلا الا هما قتلوا السيد فشنو غادي يستافدوا والاملاك كلها في سميتو. فإذا قتلوه راه الضحية بولادو وعندو ولد فكاع ديك الأملاك غادي يورثوها ولادو وهما ما غادي يستافدو والو فماشي من الصالح ديالهم يقتلو الضحية من غير إلا كان محمد رجع تقلب عليهم في الهضرة وقال لهم ما غادي نعطيكم والو السيد اللي قالو الزاهية وعبد الواحد الضحية كان غادي عندو باش يشري من عندو العجول ما توصلوش لجدار مية هو هاد السيد هذا فشنو وقع الضحية بالضبط الله أعلم توصلوا جدارمية بتقرير الطبيب الشرعي هذا التقرير هذا كيأكد أن الضحية متعرض لثلاثة ديال الطعنات في الجنب الأيسر ديالو ولكن تقرير الطبيب الشرعي كيأكد بلي هاد ديال الطعانات ماشي هما سبب الوفاة ديالو هاد الطعانات تلقاهم من بعد ما توفى الضحيه وسبب الوفاة ديالو هو السم اللي قتلو دار السم في الماكلة وأكد تقرير الطبيب الشرعي أن الضحية توفى الاثنين في الليل ماشي الثلاث في الصباح فبحسب تقرير الطبيب الشرعي اللي قتل محمد دار السم في الماكلة بالنسبة للتقرير المعمل الجنائي للبصمات المتحصل عليها من مسرح الجريمة البصمات اللي تخدات من السيارة ديال الضحية فمن غير البصمات ديال الضحيه تلقات بصمات ديال مراتو الزاهيه وولدو عبد الواحد الزاهيه وولدها عبد الواحد قالوا بلي محمد خرج الصباح بكري جواي الخمسة خرج مشى يجيب العجول ولكن تقرير الطبيب الشرعي كيقول بلي الضحيه تقتل اثنين في الليل وسبب الوفاه ديالو وهو السم محمد دار ليه السم في الماكله فمن خلال هاد المعطيات والدلائل اللي توصلوا لهم جدرمية تاكدوا ان المشتبه بهم الرئيسيين في هاد جريمة القتل اللي تعرض لها الضحية وهما الزاهية مرأة الضحية وولدو عبد الواحد جابوهم جدرمية بحثوا معهم واجهوهم بالادلة نتوما السيد قلتوا خرجت ثلاث صباح بكري مشى يجيب العجول والسيد مقتول اثنين في الليل واللي قتلو دار ليه السم في الماكلة قالوا لا هادشي ما كاينش حاولوا انهم ينكروا ولكن امام هاد الادله وامام الضغوطات ديال الدرك الملكي غادي يعترفوا بالجريمه ديالهم لانه كل شيء ولا واضح وبين وما بقى ما يتخبى فمرات الضحيه بحسب الاعترافات ديالها قالت اودي محمد جا عندي وقال لي انا راه غادي نعطي لخوتي حقهم في الورث اللي كيتسال شي حاجه غادي يديها ما عندنا ما نديرو بهذا الصداع كامل نعطيهم حقهم منها نصلح الغلط ديال و ونحيد عليه داك التقليد اللي مشى متقل بيه يرتاح في قبره ومنها نتصالح انا وخوتي ما كاينلاش مقام خاص معاهم على قبل الورث وكل شيء فايت السيده قالت انا قلت ليه لا انت ملي كنتي مقابل مقابل ومقابل بهيم الأرض فين كانوا هما انت ما نصبتي على باك ما ضحكتي عليه ما حتى شي حاجه هو اللي كتب لي كل شيء بخاطرو انت ما ديتي ليهم حتى شي حاجه بالزز قال لي لا انا عارف كندير ما نحنا شحال غادي نعيشوا في هاد الدنيا هادي والخير موجود الحمد لله الزاهيه قالت باللي ملي شافت راجلها صافي نوا اعطى الخوت حقهم مشات للدري ولدها حرشاتو قالت لي نواق تعرض لباك راه باغي يعطي الخوت حقهم ملي غادي نفرق الورث شحال غادي يبقى لينا حنا خدامو وبقره نوض تعرض ليه وعكس ليه حتى انت ضربتي فيها تماره الدري هضر مع باه ولكن محمد صافي نوا يعطي لخوتو رزقهم ملي الدري عبد الواحد أم الزاهيه شافوا بلي محمد ما على الكلمه ديالو اتفقوا انهم يصفوها ليه والمشكله حتى من مرات الدري عبد الواحد داخله معهم في هاد جريمه القتل حتى هي شريكه معهم في هاد الجريمه هادي السيده قالت الراجل مالو حتى يعطيهم حقهم انت اللي ضربتي فيها تماره وانت اللي كذا وانت اللي كذا فهما بتلاتة كانوا طامعين في داك الخير كامل وباش يحتفظوا على داك الورث اتفقوا يفضيو مع محمد هشنو غادي نديرو اشنو غادي نديرو وها شنو غادي نقولو وها شنو غادي نقولو الزاهيه هي ومرات ولدها وجدو كسكسو كلاو مع راسهم وخلاو المحمد طبسيل ديالو واجد مقاد هو هداك غير هو الطبسيل ديالو دارو فيه السم طبعا ما غاديش نذكروا الاسم ديالو الوقت اللي جا محمد للدار في الليل حطات لي مراتو الطبسيل ديالو السيد مسكين في دارو ما بين وليداتو طبعا غادي ياكل عادي هما كاع تسوخرو اللور كاع ما ياكلو محمد كلام زيان السيد داز شوية الوقت بدا داك السم كيدير المفعول ديالو هو كيموت وعائلتو كيتفرجو فيه ما كاينش فيهم اللي عقل عليه ما فيهم اللي رحمو محمد مات ديك الساعة لبسوا السيد سباطو قادو امورهم وهزوه دارو في الطوموبيل وداوه لبلاصة فين تلقى هزوا الدري هو و مو و و في الطوموبيل و عبد الواحد هو و مو لبلاصة فين تلقى كادو في, في بلاصتو الدري جبد موس و ضربو الجنب ديالو ثلاثة ديال الطعنات سدو عليه الباب و رجعو بحالهم كيتجاراو للدار في داك الليل و خلاو السيد تما في الطوموبيل يعني شوف الخبث ديال هاد الام وولدها ومراتو كيفاش خططوا لهاد العمل الاجرامي وفضوا مع هاد السيد هذا على ود الطمع في الارث ولكن كاع ديك المضاوة ديالهم وداك الشر اللي فيهم وديك الفهامه ديالهم رجعوا عليهم في الاخير بالنسبه لهاتف ديال الضحيه والموس باش الدري عن باه والسم باش قتلوا محمد تلقاو عندهم في الدار ديالهم من بعد الاعترافات ديال المتهمين تقدموا للمحاكمه من اجل جنايه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد المشاركه ومحاوله تضليل البحث وتحكمهما كاملين بالسجن المؤبد مستمعينا الكرام كانت هذه هي النهايه ديال هذه الحلقه كنتمنى انني نكون وصلت لكم جميع تفاصيل هذه المسطره بوضوح وكنتمنى ان الصوت ديالي يكون واضح ومفهوم ونتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله شكرا لكم مشاهدينا الاوفياء احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته